نفس المحكمة دي هتتعدي يوم هنقف كلنا نفس الوقت، بس هنبدل الموقف وهيبقى في قوي وفي ضعيف. انتوا النهارده كسبتوا دنيا واخرة، واحنا الحمد لله فزنا دنيا واخرة. كسبتوا دنيا انكم قد ما قاعدين لقناة لأسيادكم، انما الحمد لله احنا كسبنا الدنيا والاخرة. هنقفوا حاسين ومش هشوف كلكم شكوتي في السجن، يقولوا انت تنزلي محكمه تتكلمي مع القاضي. انت سابي فايده الشاطئ دي حاجه انا ما بفتخر بيها، حتى لو قضيت عمري كله في السجن بسببها، ولكن انا عايزه اعرف ايه اللي في القانون يقول ان انا احرم كمرأة ان انا يكون عندي دوره ميه في الزنزانه بتاعتي، احرم ان انا اشوف اولادي.